السمنة هي إحدى أكبر المشاكل التي يعاني منها شريحة كبيرة في مجتمعاتنا، وللأطفال حصة كبيرة من ذلك. ربما حاول الكثير من الآباء أن يطبقوا عليهم العديد من المعتقدات والخرافات لإنقاص وزنهم، لكن ذلك قد يضر بصحتهم أكثر من نفعها. في خرافات طبية كتير في مجال الجراحة، سواء خاصة بالأمراض أو خاصة بالعمليات. الخرافات دي بيتم تداولها ما بين الناس، سواء على مواقع التواصل الاجتماعي أو على الإنترنت أو حتى في الجلسات الخاصة. فالخرافات دي منتشرة وازدادت انتشاراً بعد الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي. أسباب عديدة قد تكون خلف مرض السمنة لدى الأطفال. ربما يكون مرضاً وراثي تناقل عبر الجينات من الآباء، أو ربما الإفراط في تناول الأطعمة الجاهزة والسريعة والحلويات التي قامت بدورها بالتسبب بالسمنة لبعض الأطفال. وبين هذا وذاك تظهر خرافات وأقاويل يلجأ لها الأهل لتقليل خطر السمنة، متخوفين من اللجوء إلى العمليات والطب. فهل فعلا تعتبر عمليات تكميم المعدة مضرة للأطفال؟ هو بالنسبة للتخصصي إن في خرافة أو معلومة خاطئة برضو منتشرة على شكل واسع جدا، إنه عمليات السمنة المفرطة أو العمليات اللي بتعالج البدانة لا تصلح للأطفال، وإنه الأطفال الطفل ما ينفعش يتعمل له عملية للبدانة، ودي معلومة خاطئة تماما. الطفل زيه زي الشخص البالغ أو الرجل الكبير، لو توافرت فيه شروط معينة ينفع إنه هو يتعمل له سواء عملية التكميم أو عملية تحويل المسار حتى في بعض الأحيان. ما ينفعش إن أنا أسيب الطفل يعاني من البدانة أو من السمنة المفرطة ويبدأ يجيله التوابع بتاعها أو الأمراض بتاعتها في سن صغير. لو الطفل جرب في الأول إن هو يحاول يقلل وزنه عن طريق الدايت الرجيم أو تقليل الغذاء أو إن هو يعمل تمرينات وفشل، ساعتها من الأفضل إن هو يلجأ للتدخل الجراحي، ومن الأفضل إن هو يلجأ للتدخل الجراحي في سن بدري، لأن الطفل البدين بيؤدي إلى رجل أو بالغ برضه بدين، وهيبدأ يجيله الأمراض في سن متقدم أو بدري عن الناس التانية. طبعا أتمنى من أي حد أنه لازم يتأكد من أي معلومة، سواء بيقراها أو بيشوفها على مواقع التواصل الاجتماعي أو بيسمعها تناقلا من أفراد، من حد من الأطباء يكون متخصص، لأنه الخرافات الطبية اللي بيتم تداولها دي كتيرة جدا وفي كتير منها معلومات خاطئة. صحة أبنائنا تأتي من اهتمام الوالدين، فلا تجعلوا فلذات أكبادكم يقعون ضحية في حقل تجارب الخرافات الطبية، ودائما وأبدا زيارتكم للطبيب هي حماية لصحتكم.